الإحرام هو نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر، ولا لبس ملابس الإحرام. فعندنا ثلاثة أشياء: نية الدخول في النسك، يعني أن ينوي بقلبه أنه دخل في النسك، هذا هو الإحرام، بحيث أنه ينوي أنه حرم عليه الطيب، حلق الشعر، لبس المخيط. لا نية أن يحج ويعتمر، فلو قال مثلا سأحج هذه السنة، هذا ليس إحراما، أو لبس ملابس الإحرام، هذا ليس إحراما. يقول إحرام: وما يحرم فيه. سمي إحراما لأنه إذا دخل في النسك حرم عليه أشياء تباح له قبل ذلك.